سيدي مع الوحدة جينا لقيناهم شعلة العافية، بقاو تيديروا تعيطوا البومبية جاو طفاوها من بعد ساعة. دابا هاد العشية عاوتاني شعلت من الجهة الأخرى اللورانية، كلشي داك الدخان تيدخل لينا حنا للديور ديالنا، وحنا منتظرين في هاد الدار الزبل ديال حشاك ديال الناس، النفايات ديال الناس كلها كتجي كتلح هنايا. اش كيتو الجماعه اش كيتو شي ناس ديال المعنيين بالصحه؟ والو كيجيو تيقيدوا يصوروا ويمشيو في حالهم. شكون هما الناس اللي كيجيو يقيدوا؟ ما عرفتش انايا، كذوب عليك الله. كيجيو الناس هنا صوروها، عيطوا صوروا سميت على قيدوا شنو كاين وزادوا في حالهم، وكتكرر نفس الشيء. كيجيو حشاك الناس اللي كينعسوا فيها في الليل، كدا كانوا دايرين كلاب هنا قاطعين علينا الزنقه، عاد جاو البوليس حيدوهم، وما تتبقى هاد التكرار ديال النفايات ديما والعافيه. النداء ديالكم لالا نتوما؟ الله نادي اماليها، اماليها وراثه عندهم نزاع ديال الورث عليها، يجيو اما يسدوها اما يبنيوها اما الدوله دير شي حل فيها. هذا هو اللي نتمناو منه، لاننا حنا ساكنين هنايا. اليوم شعلت جمرات؟ اليوم بجمرات مع الوحده العشيه ودابا، وطفاوها قبيله كانت من القدام، دابا شعلت من الورا. واحد كيشعل ولا ما عرفناش؟ ما عرفناش، هما قال لك يقدر الجاج يشعلها، كيقدر شي، ولكن ما عرفناش. ديما تشعل فيها العافيه، وديما حنا المتضررين هنا. الدخان ما يبقى لك، الديور مقادين، كلشي كنطرقوا رغم ذلك كيبقى الدخان. طيب اذا الناس مضرين بزاف، ثلاثه المرات في هذه السيمانه وهي تتشعل، تيجيو يطفيوها في الصباح تتشعل في العشيه. ما عرفتش شنو هو السبب، ولكن هذا الشيء اللي كاين. الناس مضرين بزاف، عندنا دراري صغار تيتخنقوا بالليل، عندنا مراه كبيره تيتخنقوا ملي تيشعل العافيه، راه الدار ما تقدرش توصف كي داير. بلوس كاين، شوف غير الى درتي، شوف هذه الحاله اللي كاينه. الناس كلها تيجيو يرميو هنايا، تيقول لك الناس متثقفين والناس مسؤولين، كاينه لا مسؤوليه لا حتى شي حاجه. اللي عنده شي زبل تيجي يرمي هنايا، هذا الشيء اللي اصحاب لي بار تماك تيجيو حتى هما تيلحوا كراتنهم هنا. هذا هو اللي سبب العافيه، ومعلم الله شكون لا هي من قاصد لي بالعاني باش يدير بحال هكا باش يضروا الناس. ما عرفناش، ولكن اهم حاجه انها واحد حشومه في اون جونفيو في هذه البلاصه متقدمه، وهذه البلاصه الناس اللي فيها الناس مزيانين، تتوقع في هذه الحاله اللي كاينه. الضباط بالليل المتشردين بسيوفهم تيجيو يتخباو هنايا، عافاكم ديروا لنا شي حل، تنطلب من المسؤولين يديروا شي حل لهاد الناس، للناس اللي ساكنين هنايا، لان ماشي قصد وحدين، قصد الناس كاملين. راه هادي راه البيئه، شوف هاد الحاله اللي كاين. اللي عنده شي زبله تيجي يلوح هنايا، الناس اللي تيبنيو تيجيو يلوحوا هنا، الناس اللي عندهم شي بطاين في عيد الكبير دار واحد الحاله هنايا. يعني حشومه، عافاكم ساعدوا هاد الناس اللي كاينين هنايا باش يحلوا هذا، باش ما يضر حتى شي واحد. ماشي تيشي يموت شي واحد خنقان، يموت يتسبب العافيه، يموتوا اطفال يموتوا، الناس متسنين ولا الناس اي واحد يموت هنايا، عاد نوضوا نجريو. عافاكم الله يخليكم، ديروا لنا شي حل وديروا الناس هذه المنطقه شي حل، لان هذا الشيء لا يرتلى. شكرا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا، وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.